شتو اختي الحمد لله بخير وعلى خير، يعني كلشي الوليدات الحمد لله. سبب الحرق اختي ما قالوش لنا اشنو كاين، المهم حنا شنا سبب الحرق، كار شاعله في العافيه والابيلانس باش كتهزم مع السبيطار هي شاعله فيها العافيه. الكار ولا بين ترونسبور وديك ديال السبيطار جوج شاعله فيهم العافيه، وديك بلاصه الموسيقى وبلاصه هذيك كلها هي شاعله فيها العافيه، يعني لا يرتع عليها. يعني داك الشيء اللي داروا ذوك الاولاد الاخرين ها قال لكم اللي تهزوا ترانسفيري، يعني هذاك الشيء ما بغيناش ما خصوش يكون. كيقول لي احنا الحمد لله احنا كنا يعني ما وقع لنا حتى شي حاجه وما دايرين والو، الحمد لله اختي. الحمد لله اختي شناهم والحمد لله بخير وعلى خير. هاد الناس هادو تما راه الله يحسن العوان، راه الدراري اللي دايرين الشغب راه هما اللي داروا هاد الحاله هادي. الكار قداش شنو شاعله فيه العافيه والبيبان مخربين ولا حاله لا يرثى لها.